لاعب من هذا تقدر تقول هي بدايه يعني بدات من يعني رياض. اسمح لي على المقاطعه رفيق، رفض ذهاب مبابي لاجراء الفحص الطبي. اعطيت مثل يعني نقدر نقول الانضباط، حتى ولو يكون اسمك مهما كان اسمك، الانضباط هو يعني الوسيله الاولى خاصه للنجاح. عندما ما يكونش الانضباط على كل اللاعبين، القانون على الجميع، ليس لاعب صغير او لاعب كبير، ليس لاعب عنده اساسي او لاعب في دكه الاحتياط. عندما يكون القانون على الجميع والمنافسه تكون منافسه ايجابيه على الجميع، هنا وين شفنا منتخبنا اعطى مردود، هنا وين شفنا منتخبنا نفس المانيا، هنا وين شفنا منتخبنا نفس الفرق الكبيره. لماذا؟ لان كانت فيه تساوي ما بين كل لاعبين، وكان فيه منافسه فوق ارضيه الملعب، كانت فيها روح المجموعة وما شفناهاش اليوم. مثل ما قلت لك الرغبة ما شفناهاش، يعني رغبة اللاعب والجرينتا اللاعب لا تشترى في صيدلية، يعني تكون عندك أم لم تكن عندك. وشكون اللي يصنع هذه الرغبة وهذه المنافسة؟ هو المدرب في المجموعة. شكون يعطي هذه الروح؟ هو المدرب أيضا، حتى ولو فيه صح فيه لاعبين حاولوا يؤديوا مباراة جيدة، حاولوا يعطوا الرغبة، فيهم لاعبين ما كانش عندهم الرغبة. ولكن أنا ما لومش اللاعب من هذا الجانب، اللوم من ليعطي يعني المنافسة، من ليعطي الرغبة هذه فوق أرضية الملعب. لأن يعني صحيح عندما تكون عندك نوعية لاعبين مهارية وجيدة ما تكونش عندك، عندما تكون عندك مجموعة يكون عندك فريق، والمجموعة تبنى في غرفة الملابس لا تبنى فوق أرضية الملعب بالفرضيات. يبدو أننا سنبكي كثيرا على خليل وزيتش. على العموم هل نتوقع إقالة الكراد؟ وقت قالوا لي زيتش وقت هذا، يعني كل مدرب وعنده طريقة عمل، كل مدرب وعنده عقلية عمل. ومثل شوف تمشي ونعاود نرجع للانضباط في الفرق الكبيرة في المنتخبات الكبيرة، الانضباط هو الصح. وبعدين فيه نتكلم على أمور تكتيكية، نتكلم على نوعية لاعبين، نتكلم على مستوى لاعب في المنتخب، يبدأ مستواه في النادي، في لاعبين ينشطوا. بس تلحق الكلام على التكتيك والكلام على تمركز اللاعبين وقيامه بمجهوداته الفردية ومن أفضل من مين، نتكلم أكثر على الانضباط، على قوانين فوق أرضية الملعب في غرفة الملابس. بعدين نوصل لمرحلة أخرى، كان عندنا من قبل، كانت عندنا هذا الانضباط، كان عندنا هذه الروح، كانت فيه معايشة ما بين اللاعبين، تحس باللي عندك مجموعة تقدر تمشي للحرب. نعم. وما تخافش على كل حال من المؤ